حوق بقى لوغا قادي والنفقات الواجبات وي نمبا النفقه كو واجبته يو ددكي و النفقه كلها يا بيلك لو لها بو ديده كتب لوغا قادي وانا ان لغا قادنا ده حق سوما وهي هي كو والمأخوذ بالترالي وحي الرضا لوغا قاتي مركا اما ان يؤخذ بعوض ان العوض كو قادته كالبيع يعني وصداقه بيع واسي أتقادتي لك عوض بات كو قادتي وحبات كي قبدلتي قفكي وحنا دوحنا إيقا قتري أما العقبة دو قدي أما شيء ما شيء قبدلتي عوض بالي لانا وبيعي وكصداقي صداقي قبضا ويهو قبضا مهر بي لانا مهر كي هذا محي كو قادتي تمكين كي إسكا مكانيسي إسو كاديمتي مهر كي هذا كمتيسد سوما أي ذا إسكال وي قادتي عوض بي كو قادتي سوما مركا كاسنا وحالي لانا ووحي عرضها لقو قاتي قيب كم دوي ووحي بدل لقو قاتي وإما بغير عوض بلا عوض بعد قادتي غير لأن كو قادتي كالهبتي وصدقتي وي قفت لك كاسي هو قادو كي وهبو وصدقه 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 سيجي واد قادتي قفت لها رديه سي بعد كو قادتي بغير عوض بعد كو قادتي واحد كو بدلتي مالي والسكا كاسي هو وجميع هذه الأشياء حلال وي انت هذا انصو شيخنا ورن وحاجة عن تاني سوق اللي انت سوق يبود بيأكل بحيانة كل وحلال إذا الروعية هدين لإلالية في تحصيلها مركة يكسوق اللي هي شروط الشرع المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه هو شروط الشرع كتب الفقه فروع ده يعني اللي قبس دي هداد إلالي سو انت سوق دن متك يكو سوق الان بوا حلال مركة إن الحلال بيين انت سوق دن بسوق اللي وإن الحرام بيين حرامتنا ويعدهاي أي ظاهر وهي غير خفي وهي وهو ما يعني ما منع وحو الديلي وهي من تعاديه إلا قاتل دليل دليل بديلي دليل كان بديدان وحرم يسيقا وحرام على مذهب الشافعي ومالك وهي فهو ما نص الله حلاشا وحي يعني حرامته وحي إلى هذا ما نص الله إلهي وحو عدي أو رسوله أو أجمع المسلمون مسلمين تو يكو إجماعين على تحريمه إنه حرام يكو إجماعين وهي كاسنا حرام وهي حرام هو يمت كان وهكذا وهذا الدليل كاسا بعدين يوا مركز شرعي بمحوق عدين يا شيخ رحمها حرام لو قد دي لو ديده ثم إن منع شارعي شارعا من عندي إذا منه شيخ أوديده إما لمفسدة فيه إما لمفسدة فيه شيخ مفسدة كجفت مفسدة ذات ظاهرة ظاهرة لبعطاء قصوا وحا ليس قد ليس قد ريبيبو مفسدة ظاهرها قصوا كالمسكرات وحا وحواليو مسكرات كوردان واي وحا المسكر كاه حدي آد دميسو مركب عقلي قابيبو بدلي حيبنك او قال سنة ابن آدم كو عقلي قابيبو لتقيا مركب مفسدة ذا كجر تدرت يد بشرع وديدي كل مسكر يعني حرام كل مسكر خمر وهي هي وكل مسكر حرام أكن كو أو خفية مال الرؤى خفية كجرت مفسدة خفية كجرت كذينا الزنا دي وي زنا لحد مركا واحد موغضة أو كم موغضة مركا ملأ أو يعني مفسدة لكن مفسدة قرصون بها كجرت دعي عقاب آخري كينسة حيلي إلهي أمر كيسو اللي جبيه واي مرحبا فساد الأخلاق با قصوغانو دي وكا وحي هدني مرحبا اختلاط الأنصاب يو فساد الأخلاق يو يعني عقاب الآخرة يو وحاط يعني مرحبا إلهي عرضي سبا قصوغان دي لكن هو وحق رسون دي مفسد قرصون واي وإما لمضرة فيه أما مضرة قصوغان واي ظاهرة لبعطة ظاهرة هابا مركبة كسو نقونيسو كسو مياتي وي وح سنت له دن شيء سنت له دن وحرام تدي بابا قصوغان وي كدليس أسوما أو أمس خفية يعني مضرة خفية ها قصوغان وأن لقرنيني كاللحم ما لا يؤكله وحان هيلب كيس اللعوني هيلب كيس والله اسكر رابئون لكن وحان كجره وما يعني وما لرى قرصان عنوان حتى يعني دميره وحان هيلب كيس اللعوني سوما ولا النهي سوما هدي اول الاسلام كي بنانا دي ولا النهي حتى هدي اللي اسكر عنوان لقشه دباتا كجرته ودبا قرصان ومذك المجوسي مجوسي وحي جورعين وي وحان دبعابت كاي وحان ديمها له وحي جورعين وحا كجرته يعني ملرى يعني قرصون باكو جرتوي وإما لخلل في تحصيله أما ما يعني شيئا واحد شرعي قديد إيه سيدا أقوص وقليبا خلل كجرة حاجة شرعي مكدمية كلمة أخوذي بالقتل وحوق لقوص وقاتيوه وحوق لقوص وقاتي لما أقلو
ده شيء كان حلال شاها يسكبنا نقفكم نولها حتى أديك هذا اللور يبتسيدي سكر أصل شيء حلال بها لكن قفتنا قعنتي سكر لبا هذه حوق هذا وقاسي حق الشرعي كان أقلين تسرر كيسا الذي دي خلال بوكوس أقلين في تحصيله با يا كجرة حق الشرعي كان دمك كجرة أو السرقة وحي لصوحة دي وي أو العقد الفاسد عقد فاسد وي عقد فاسد وحي اللي قفل ليه وحبات كالك يعني بعض ما هو قالك أذنا ليه بيعنا وفاسد وين إذا نكاح سنية ولا نكاح هو فاسد عقد كان فاسد كورن واحد عنا يما حق شرعي يبو كل جماعة هدي أو المعاضات وين وها معاضات كل اللي يرادون وهان يعني ما يجا جد طي ما كان جد مني وحيال إذا بيعوا المعاضات بل إذا مركل لقاه اللي يو بس إيجابي قبول بالله شرديا ملا استعمال صباح معاضات وح اللي يراد أجل آه مرحبا أحد ما يقول جوا أنت أسوي جوا لعقدهم بطورة يا شيخ ناس كقاعدني مركب بيع المعاضات بالكور يعني ووحل الكسيني وهي أن ترى ضياء إن الرجال النقدام ويه بغير ثقة شرعية ثقة شرعية هي وحنا هين بالله تكرر على النقد ثقة شرعية هي نما وإيجابية قبول صح ما وهي محرمة ويه في الحقيقة وغيره وحيالها ير يركاية وح كلامه وإسك يعني محرم بالليه وح معاضات كاسه وقيل وحليه ينعقد البيع بها في كل ما يعده الناس بيعا وحل وحي دتك بيعوا يقانن بيعوا وكو انصحي قيل باسد عليه وقيل هدو وقيل وحالي في المحقرات فقط وقيل وحالي ما في الحق في المحقرات وحيالها ان معناها ليل ولا سهل سلو ومبيكو انصحي صاي وحك لما كرغيف عيش يو نحوي يعني وحيالها انو كلا لها لقى قدميو وحاسي يعني كوبا نانتا هيبالي وذهب المالكية وحيكوت جني والحنفية إلى انعقاد البيع بها في الحقيقة وغيره وعليهم معاطات كاس وحف وين إيا وحي يربو كل بيع وكو أنصح ياب إليه مالكية دي حنفية دوا مرحبا مركع على كل حال وحا صورنا وحا ربا شرعي إنا دلالسو شرعي مركو شيئا منعنا إيو سببها صورنا بفيرنا يا سببها صورنا والنقيل عن الغزالي إمام الغزالي وحال لقوري حجة الإسلام و هاي غزالي أن الحرام وح حرام تأبوري كله دمانتي خبيث وحي حرام وشرع وحرام كل شيء قدرنا هرتبه وذا خبيث ولكن بعده بأخبث من بعض ويسيك للدنيا وحن مثلا وحي فليس المأخوذ بالمعاضات كالمأخوذ بالغصب وحي المعاضات كاسد شرع وديدي وحي اللقوقاتي يا وحي الحوغي أو اللضعي ويس دامانو معاضات كادامده معاضات كادامو وحي اللضعي والحوغي وكسيحون بل المغصوب أغلب بوير يعني وحي اللي صوت عيبا حقق يعني حمانتي سويسي أدكتها هاي مرحبا إذ فيه وحاكسوا انتركوا طريق الشرعي الشرعي هو ددي سوى ضمبا وابلغته وابحبا وإيداء الغير غير نوالا ديبا والا حوغيو معاداك مركا حوغا طريق الشرعي حوغا اللي يردمي وصيقة الشرعي يدبع لغل لحد لكن إيداء الغير كمصبنو وقف كان وحي تبدل كيوه قاتيوه ودرجات الإيذاء لبك درجة دي سنة تختلف واختلاف باختلاف درجات المؤذى متك اللطيبة يسيء درجة ودوسك لك الرئيس فالمأخوذ ظلما وحي حوب لوقع من فقير مت فقير وهو يعني وحبا أنه يسنين أو صالح من صالح أهل خيرة أو يتيم من أظانة وحي حوب لوقع أخبث ويكدر أنت وكحيه أو أغلب وكأذيه من المأخوذ وحي لوقع من أخبث ويكدر أنت وكحيه أو أغلب وكأذيه من المأخوذ وحي لوقع من غني أو فاسق أو قوي إن حول بذن هذه حول على قدعه يعني فقير وحبايه سنجي قبل قسيه مسكمت به هل كان يكون قلبه وأول بعد قيل قبل كانوا فقير بهاي هذه حكثير لقى قاته يعني حول بذن الله يقول لكن هنتي حوقها على قدعه كانوا ككب سنة يقول كان مال عدلو بسوى فريس وابا فريسيه يقول لي نكال نبا ساعي قد يقعمي قد يقول لي مركا اسكو ظلم ما نين صالح وهلو خيرا اما اقون يعني او مساكين هو يعني ابوه اكبر انت وحي لقى دعاه نين حوقله يا نين قوي أمي إلا ميت نقول يعني وأمي أما ميت فاسق قوي فاسق إنك سو ملكي جثاثك وله يروح إلا قد ضعه يا نينك صالح وروح إلا قد عسكم من ما مرحبا وفي الحديث وحاب قصوني إن لله تعالى ملكا إلهي ملك بوليه على بيت المقدس بيت المقدس بجوا ملك عسكم ينادي كل ليلة
هبين لاركبه وحكود واقيا من أكل حراما ننكي عنه لم يقبل منه صرف ولا عدل حرام ننكي عنه سنة إيا فرق ولقي منه لقى أقبل ماي مرحبا مركا ده حرام تدبات ده إلى الله وإن الحرام بين حرامتي وعدها وبينهما حلاشة يا حرام تدحضوا أمور مشتبهات أمور با كجر تدحضوا أمور تاسو مشتبهات هو اسكو ديهان غير واضحات الحل والحرمة غير واضحات الحل والحرمة يعني حرام نمد ودون معد حلال نمد ودون معد ويسكو ديهان والمراد معنى لغجي لنا أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض الناس ذاتك قاركي أمي كقرصون تهي ذاتك وطن ماها لذا سلا درت يد النبي وحي لا يعلمهن كثير من الناس ذاتك بلن كود مأوغي لكن بعض الناس ويأوغيهين إنو حلالي هاي بأوغيهين أما إنو حرامي هاي بأوغيهين هذاك علم قلوه لا يعلمهن أي لا يعرف حكمهن من التحليل والتحريم كثير أو من الناس تتكبلن كود مؤغو بل الذي يعرف ذلك انت قرن يسو قليل وايرين وهم العلماء الراسخون في العلم علماء كحل اير هذا علم اقون تيسوه واذا عرفوا حكم شيء حكم كيسا مركي قرتان اتبعوا فيه ويراعيان فإن لم يظهر لهم شيء هدون اظاهر شيء حكم كيسا هدون اظاهر بأن تعارض لهم دليلان لما الدليل باستعارضي في شيء من حرام بكدغيا من حلال بكدغيا ولم يظهر لهم ترجيح احدهما مد رجحي دي سن ولا صابحين ولا واحد يعني لما حديث باسكو قبتي اما حديثي ايات باسكو قبتي لما دليل باكو سو ارونيسو ما مركه سيدي لو كان الرجيح لهانا وما ظاهرين وما موقته فالمختار التوقف فيه الذي استغوى وحلال ان لدين وحرام ان لدين واذا كان الدليل دليلك هذو نقضه غير خال عن الاحتمال غير خال عن الاحتمال فالورع تركه هو فيري دليل با ماشي سو ارور دليلك لكن احتمال كمان مرنؤه احتمال بو اقبل كرا لكن دليلك هو كو سوروبي كرتو ساسا لوله جيده يا ساسا لوله جيده لبدو سوروبي كرتو وانا هل دليل ابو احتمال با سو قال ماشي فالورع تركه ان اسكدي ساس يعني حيل لبدن احتمال متكو قادن يا ادو ما اوغيدو يا مرحبا ودليلك هادو يعني وهي دليلك هادو سيدي سب احتمال كوي مادو سقط الاستدلال سومين اورنجي حد مر ماشي احتمال صوغلو استدلالك واضع لما دليل سن لما دليل سن كرو مثلا يعني مركي لفظ المرأة اللي جهد لي عائشة وحي تري اي رضي الله عنها هبين ايان نبي وهي عليه الصلاة والسلام دين ايان كوي قرقنا مكذبوها مركز النبي تاتارتيو فقد وقعت يدي بقدمه كعنت يدبا وحيكون على النبي اللوكتيس والحال هو ساجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مركز كعنت يدبا كنت عضي بإلاد كعنت مركز ماشا مركز كنت عضي سيئة هيد لوكت لوكت هيد تابتك كعنت يدو كنت عضي طلعوا مصدر رباك عيجي مسك محيجي لما عدينا هذا حديثكم عدي سلوا دليل شن مركز هذا ناقص جيسة مجبيسو ناقص هذا ويسك مجبيسو ملوا دليل شن كلا ماشي احتمال باصو قلي بالي احتمال أيها صو قلي مركز دليل كسيد يسوى إذا كان الدليل غير خال عن الاحتمال دليلكم مر بهدون احتمال كخال هين فالورع تركه يا شيخ محمود الله كرر النقطة شيخ مفسر كهاي وينا شيخ محمود يعني حنا الأورنج لا وحو تجري مركو ماشان كه الله أو لامستم النساء أو لامستم النساء مركو فسر أيه يوم مركو سوق هذا تجري أقواش كجرت إمام الشافعي إنه لمس قاس يعني وكوف فسر أيه تابع شر عبد الله بن عمر إنه كوف فسر أيه عبد الله بن عباس إنه كوف فسر أيه جماعة كوف فسر أيه لمس قا مركو اللغة العربية لولا النقدنا لبض وين كوس أرورت لمس أو بمعنى ناقتي وان ثابتية هي لمست أو بمعنى وان جماعة لبض بأصل اللغة وكوس أرورت وانا لو كلا بحي سوما مركاسو انتو سيدا او كلا شيغ لبد مدهود بو ديجري والورع لا يخفى حلال ميدك يا ورع وح قرصون ما اها ان اسكديس وي بالكليه بو ناغتي اده تابنين وا لكن اده ترى ده انت تاهل بان سمينيا وحن وحا ليري وا جماعه ام لوغه ما جيده تابشده عباده ده مراد ام با كو جيرتي او ما هيلي قيب علماء كميده وحي ليهين اما بدنكودي وحي ليهين تابشده وي برنيسا غودي
مرك عبادة مرك قال سوما احتياط ذا مرك في عني دلالك والورع لا يخفى أبو شيخ ورنجي مرك فالورع تركه هواي إن أتكتك تاكف يا عم قلت دي سوي فمن اتقى شبهات شبهات كننكي اسك إلى ليو كتنا ورسلو أي تحرر عنها أي تحرز عنها وتركها شبهات كيبو يستغتقي شايد واحد شبهات كوكي لكرتا لما الدليل با قصو أروري أما الدليل كقصو أروري با احتمال أقبالي شبهة ماشي سوى قشي سوما وآيهاي مركا ننكي وحي عليها شبهات كإسكا إلى ليو فقد استبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ وبرية لي ننكاس لدينه دينتي سي وبرية لي عن النقص إن النسقان دينتي تسوقش وعرضه نسب كيسنا وبرية لي ومن أطعني فيه إلا الضره حتى الشبهات كونس كده حق ليسو نصب كأجنا وحبا لقي شيء والله قطرة يا حي الشبهات واحد يسوق خلافني واحد يسوق خلافني هذا ما نلعب كل حجرته وحبا لقي شيء يا نيجا نين دور سما يما هالقول لي عرض كأجنا والله قطرة يا دين تهدون بريء ما هو حتى الشبهات ككو ريت ومرك دم حرام بتكون عيسى سيد النبي بيكون مثالنا عليه ثلاثة وسلام يا مرك واسلا وعلم مجو أن من أتى شيء عن شيء نك لي ما دبوا يرشق شيء قوي يدنه الناس ضدك وأم لين يان شبهة شيء ضدك أي شبهة أم لين يان أيو سمي وهو أتو يعلمه وأجي أنه حلال هذا الدليل بعضها يستطاعه ملها نن عالم وأقوان لا تهيو ضدك شبهة شيء كتريان لكن أدو أكثر حلال بك يدل بعضها يستطاع فلا حرج عليه من الله في ذلك خرت إلهي حقي سوى حدن بأك كما ذكر المرة هذا الدليل حلال يبقى يستطاعه إنه حلال يا دكتاي ولكن إذا يعني خشي هذا قفك كبغ من ضعن الناس فيه ضدك إنا الدران بسبب ذلك كان تركه حينئذ حسنا استبراء لعرضه إنا تسكد يساقه في عانه أدو نسبك أقبره اليوم حيال ضدك أيضا إن الدليل كأذي أرقرانا يسو ضدك ما قرانا يان سوما مركز شبه يوهي استعان ضدك هذه الشبه يقول اسكد حفري ستدين علومانا آساي والو قد ضعننا يا طعني هدوس يجيك إمادنا انتفاع الدين هذا لو انتفاع يا يرانا إذا ماشي كبح يثور حلو على قد عننا ياي على قد عننا يا مركا إنا تكتكتو يا في عنوى وقال وحو يري بعضهم بعض العلماء يستحب وحال سنية لكل من ارتكب نين ألا نينكي سمينة يما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه نين ألا وحال وحدتكو أيوية قالنا وحن نينكي سمينة أن يستر على نفسي نفتي سأنو أستره وحافي عن إناد إسقرس سيان لبوء أغاني كمان أحدث في سلاته ثلاثة دحدة يدبع مثلا ويسيد كابر تحدث بها كايم وهو منتظر إقامة ثلاثة والله أقيم الربع ذو صفقه ركجره أقيم كين اللوسو إستاغي يوم بعد بوتي وبحضي حقود عينك على لي والله ظننا يا موتى ثم فيستحب له أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف مهما أنه رغب إنه قرريها أم ليدا سترا على نفسي و سنك قبصو حديثة بقصة عرصي زمار مركز سيدة قبحة ونكا هو قرري أبو لكن ثلاثة أدو كجري هداد وأدو محبس سنك قبصة ندفك يسكتح بيسول عرصو ورمحاك فكذيبا لليه ننك زمار وعبا لقا شيئا يا زمار مركز دفك نفتو إنا الدنب سبب أول نقطة وعلى قبض عن يهو مرحبا مركز إنا النفط على أسرته لألا يخوض الناس فيه دفك إنا ندحق لنوا وجاء وحا يعني وهي سقناطي وصو أرورتي بها ليلة أن أنسا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خرج لصلاة الجمعة أنس بن مالك بها مال الجمعة دي أصبح شو يرتع أخو رئيس حابي مركا فرأى الناس الراجعين منها مركو مقوري قصوا بحيبه تتكي والجمعة دي سويته كذا وكوري أولا صو يعي مثالك والله قصوا درير مركا أمن كان مياد دي تتكي بزايد قدوا مركا تهوانا صلاة جمعة جمعة وحلته كذي وهي دي ويصو درير سوما فدخل محلا لا يرونه مال بس كله عبيد تذكر إني أركي أيوه قالوا كلهم وقال وحو يري من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله إن كان تذكر كعيشون إلهي إنك عيشون ماي مرك وحو مين يا لما رب تذكر إني كنت ماني وحاس عبد سمين لما دون يوا قال بعض السلف وحيد هذا من عرض نفسه ونفتي سنينك أبن دجا لتهمي وحيا لها تهنت كيني نينك نفتي سأبن دجا فلا يلومن من ساء به ذنة نينك وحن كوم لا يه الله يابن حني وحمان تيجو ملين إذا أنا واحد ما يه هدين ما هرتوا العذر دارك كيني ما كفر بس كيلا لتي واحد ثم ذا كيني يا مرحبا إياك وما يعتذر منه هذه كمان إسك إلى على واحد لقى عذر أدى وحيا ضيع وحساس يقول عليه وحساس ما هين وحي عذر دار كيني يا مركب ربك فوق واحد تهمك هنا يوان واحد تهمك هنا يسكي لعلي
فعنبي كسنات عليه الصلاة والسلام صفية بنت حوية زوجتي سهي هبين إني النبي زيارة وقتمي سوى مسجد كوعي تكافسن عبار بين النبي الله جورتي ولا شك إذا مركز أي بحذي مركز النبي بسجوتي مركز بحي حوجا مساجد مكلب بحي مركز ودحد اللي يستاج حوجا لمن نوري أنصار إذا النبي صوم مري مركز أي سلامين مركز سلامين وقف دمر إنه لا تاجي وأنا هبين وقف دمر النبي لا تاجي أركان يا وانك واسرين وحول لك ما قرناه يسوع تلاوة هوس كبابه مركز النبي على رسلكما ترتيبتي إسكت صعود إنها على إنها صفية بنت حيي وصفية بنت حيي وزوجتي ذي آير إسكت صعود بنوك إلى عليه الصلاة والسلام وعدي بملاه مركز سير الرسول كإله سبحان الله وهل ندن بك إلا خيرا ما أذيع وحن كوم لين من الرسول كإله وحن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو يعني إنه وحيوان إيه ملايسان سلا ومل هي وحنوجا هي شيطانكو إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطانك ابن آدم كوخص عنا يا مجرى الدم وار وحن كعب سيد مرك قلب جينا إنه وحشرة كتروه وكلية هذا قلب جو كسر على النبي عاو ناد بولا تاجيها أنت عصابة هذا خطره فبلاي مركا النبي عليه الصلاة والسلام وكور تجسده شيطانك وسوقفه إذا لبنا قلب وضوح قلنا وار سلا عودت بحلي ذلك العلم قال حدي وحشك كين يبقى أرض ميسو وح يعني حاجة شرعية كونه وصاين إن عبد يسوع ترى هذا وصايا يساوي مثلا أذو جبر جعنت هاي المحرم كأجا ذلك صومر نكى شيخ قال لي قاني باته ونكى حلو كتبها برنا يباته مرك طريقنا صومر تي جبر محرم كأجا هاد جعنت هاي ستة وولاشا وهبر يرتا يعني وددا يا يقاني دانو ميان قانا جبر حجاون بقول سعته ميانو قرنينا مرك وحال ودي ورودات محقر عمان ما عند جوار بوق عن تايستا وأيو جرب كايستا مركه وحار وإنا ترى الحديد ذاتك على ركته وهو لا شيء وأيدلي وهبريرته إنا سيكتو إنا محرم كوتاه سيدتك هذا يعني الغوشة كنو دم بيسوق دعور وهكذا مركه وحيالها توهم ككين أيو إن لا يسكي إلى ليه لدون يوم لا يسكي إلى ليه مركه النبي عليه الصلاة والسلام بحوليه هاي آية ومن وقع في شبهات ومن وقع انك كدعه في الشبهات وحيالها شبهات كان انك كدعه وقع في الحرام ما كثيري شبهتي ان يعني حرامته غيبك من تولسوا الى واحد محرام با محلال با حرامتي ان ادود حديثك قيبتي صدم به واحد مد حرامته ما الى ادود معناه شبهات كان صدات كدعه حرامتي ما كدعه معناه يدونه وحا وهي شبهاتك يعني وحي حدود ويهن حرامته هذا الشبهات السميسو مركز دمين الحرام تكون لعظوم بيسوق نواني سوي وما وقع في الشبهات وقع في الحرام حرام تعديد بو بكل عيا يعني معناها أن الأولى جيدنا وحوية أن من أكثر ننكي بضي من تعادي شبهات شبهات كقادة شديسة ننكي بضيه سادة فالحرام حرام تو مركز دمها ليلة وهو لا يشعر بها سوى انقرني أما وحاب اللي ليه نينك الشبهات بقى نسك إلى ليلين نفتي سمرك تساهل كاسة يبرن يسايو سدو وحاس مشتبهات كأصة مين أيو مركز دم حرامتي بقى عادي لن نقوم بترتيبها هم بقوقي اللي مركز دم لكن وحاس ودن هادات كعررته بسو دوان ميس عاران حقيق وصو دمري سا مركز وآي وكفو قاني سا مركز مرحبا مركز واسلة مركز ذنوب تير يركع الله مفضو ذيستو وحياله مشتبهات كالله مفضو ذيستو والله قعر راود هل ذنوب تير يركع وحاله الصغيرة تجر الكبيرة دم بيرا صغيرها دا سميسو مدوين بكوجي ذي مدى وهي تجر الكفرة مدى وين قالمة بكوجي ذي سمكتو ذنوب تواوين هدا سميسو آيه مركز واخطر واي واخطر وحال وري نيكي هشام ليرادا وحال وري كنت وحان هابوري امشي خلف العلاء هذه على له انجل عند بس عظيم فكان يتوقع طينا وقت الروب دايبو هاي ميل طوبا يسلا اوتاك تاكسنا يو طوبادي بوسك الى لني انا وان دبس عظيم فدفعه انسان انسان باطوري ماشي بميل يرون عريدي ولا مرا يردون بي هيدي بيقلي بوسك الى لني قف با قطعي مركز وصا اوتوري فوقعت رجله في الدين مركز لوكت روبد او غشاي وا علاوي صحابي وي فخاده مركز ديقدي سبع لو هو لغل او دنبد قف با سا اوتوري مركز لو غي دم كوسي ديقدي و اسك سعد ديقدي و كبخاي قف كنا حمود هنا و اسك سعد فلما وصل الى الباب مركو غرغي تغي قال لي و هو ييري و رايت يا هشام هشام و مي اركيسي ديقدي سام او غدعي قلت و حنا نعم قال و هو يري على
كذلك المرء المسلم قفك مسلم كان ونوعه يتوقع ذنوبه ذنوب تساس إنه سقى إلى ليه لدوني فإذا وقع فيها قاضها ساهم بوجه قيلها تقول حلعوه يا أصحاب تمجد فعل كوضع عبرة يا هيك قال إنجلي مركة دي قال هذا وسكي إلى ليه وقبع عيب مثال أسية نكي هشام أسية وحيري بن قفك مسلم كان ونصه ذنوب تساس إنه سقى إلى ليه ربا هذا ذنب يقول عضه ساسهم بعض الجهة ولا بد قيل يبو وأظن دحتهم بن ذنب يجو بس قاصر يقول عيسى مركة إسكا إلى ليه أنت هذا قلمه كالراعي أي النبي بيجي عليه ثلاثة وسلام نكى شبهات تقول عينه حرام تقول عينه مثالية وحيري كالراعي نكى الراعي هو كلوه نكى حولها إلى ليه كاسو يرعى حول الحما حوله بوحوك إلى لنا يا حول الحما حما وحلي ذا ما اللي حرتي أو اللي عشري وابر أما وارد اللي حري أو داق أو اللي حرتي أو نقفلي هاي ما شاسو مركب كوح قصاص أكيس وقوة رجينية بيرتبو يعني سهدين تيدي أما يعني هالك كسر مينية حوله بو كسر مينية مرحبا يوسكو وحو أدوي هاي يوسكو وحا يعني أدوي هاي ننكاس أن يرتع إنو الضاجية ويفيه حوله إنو ما شاس قليو بو أدوي هاي اي تدخله الماشي وتاكل منه الى كعن توا انا وحوي حديقني هذا وبرت سولين تي دون سا او ريجيو وما كان لونك انت او يستاغ او سا او علعلي marka dambada beerti bay xooli ka galay waay hada waxa shubahaad kuna waasaas wey hada shubahaad ka ku warwareeg ta haramta ma ku dhici haramta um baad ku dhacaysa wey ala wa inna likulli malikin himan buyir nabii alayhi salatu wasalam ala hoyay وإن لكل ملك بقر كستوحو لي حمن سيرو إن كستسيرو لي ملوك تعربتنا والوية قاني حمها سو إني دول حران والوية قانيو وكاو ألا وإن حم الله إلهي حميه سو محارمه يا لا حما إلا لله ولرسوله حمها سيدي سو دول حروا ودول كانوا يعني لحروا يعني داقا لحروا مركا إلا لله ورسوله وصداسه رسولك يعني طلبا يعني ساس لحير جري حولها صدق يعني صدق يعني إذا كذا حولها يعني داق جري وكالو لغود قالين جري مرحبا قدك يعني مضحض أهو الرسولك النوابتي سو يعني خلفاء المسلمين تانا ساسو كلهم بيحماها أصمين كران لكن ننك الإسكام حيران كران دول بيل أسكو أولي يهينو اسكو أوتمو بي دول داق وحادثك كده يهينو اسكو حرتماها هو ألا محارمه ألا وإن حم الله إلهي حميس محارمه وحا أحرم أي معاسيه التي حرمها معاسي إلهي أحرمي وحميه إلهي واسيري إلهي ور يا مرحبا وحد حدودا فلا تعتدوها أو حديثكها إلهي حدود مسميها طلابنها قدبنا كو تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون مركز سيرهات إلهي هقويني فمن دخل حماه بارتكاب شيء من المعاصي فقد استحق العقوبة إنك عقوبة متيستيوة آه. فينبغي للعاقل أن يتباعد عن المحرمات وها حرامت إنه سقفك هذا هو نفسه كل التباعد إنتو كفك أنكر وأن يجعل بينه وبينها حاجزا وح إذين دحية صميصو دربي إذين دحية صميصو هذه حرام خوفا من الوقوع فيها وفتحل عليه العقوبة مركا عقوبة يكون عضوة مركا انت الى لنكر تسكي الى لنكر الا وإن في الجسد جرك وحا كسوا بنبي له كسوا مبقى يعني قطعة لحم صغيرة عد يرو هلبه انت لعلي هل مر لعلي افضل لقلياه الا إن في وإن في الجسد مبقى عد يرو هلب ايا جرك كم ذا اذا صلح دهدي وناكسناته صلح الجسد كله جركو دنبا وناكسناني إذا صلحت هذي وناكسنات بالإيمان إيه والعلم إيه والعرفان هذي كو وناكسنات صلح الجسد كله جير كوردن وناكسنات بالإخلاص في الأعمال عمل كوردن إلهي بأخلص إياه هذي ماشي من كاو وناكسنات وإذا فسدت هذي فسهاده بالجحود إيه والكفران حق بيديدي قال لي مو وحان لو بهنين حمك هذو كو فسهاده فسد الجسد كله جير كوردن بفسهاده بالفجور إيه والعصيان فاجر نمو يا عصيان يا بلايوم ما جرك كسوف لي مرض حمن كاس وفس هذا و يعني و حمن كاس يعني و الرأس يعني جسد جرك وضمه حكمه و ألا وهي القلب من قدس يرتع
عدك يرو هيلب جيرك لغا حكمه الا وهي القلب قلبك وهي برنبك وهو محل العقل ماشي وحلقا كلا قرتوا عقلك المميز كلا بحيني بين الضار والنافع عقلك وامتك كلا بحيني وحف يعني وححن عقلك حبو كجرة قلبك كجرة عقلك ملك لكم أجر قلبك كجرة عقلك مركا وهي مركا عقلك أنا لو كلا قرنا يا وح وحدي بيا يا وح وحنفعي حديث وحقص أروري النبي إنه يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قف إيمان أدون إيمان كيسو مبتو ساي إلا وقلب كيسو هكا هكا واي إمام أحمد يا حديث كاوري كو ومعنى استقامته وحوي كونه ممتلئا من محبة الله ومحبة داعته وكراهة معصيته وإنه جعل هذا إلهي وإنه داعته جعل هذا معصيته إنه معوه وحال وري إن اللقمان نيكي الأورنجي اللقمان الحكيم كان عبدا حبشيا أدون بوها أفريكانا حبشي وأدون يعني فتك أفريكان كاللي إذا أدية تمها أدك بالي إذا مدمدو صمع مركا أدون حبشي أوها فدفع إليه سيده سيد كيسبا وحو أدي بيشاتا نيف أريا وقالوا له وحو إيري اذبح نيف كان أريا سوء قور عو وأتني إلى إمو بأديبي مضغتين لبدا عد او قيمه بدل او اغو معان ايكه دانيف ارغ نيف سو غورعو لبدا حبنوده كو جيرتو اي او قالسن اي او وناغسن ايكه او فيعم فاتاه بالقلب واللسان نيف كو سو غورع ارغها مركاس قلبي عرفك كسو غوي لبدي بو كين ثم بعد ايام شبو كيري مركاس بعد ايام مده بعد يد بدفع اليه شاطا اخرى نافاري وكلو هدنا وديبي وقال له عيري اذبح واتني باخبث ملقتين منها هدنا سو غورعو لبد حم حبن او اوغو خن ايكه هدن مرحبا فاتاه بالقلب واللسان هدنا عرب كي لسان كي اوكين هدنا فساله عن ذلك هو ويدي يعني لبد اوغو فيعنيد ايكه مركان كو يري قلبي يا عر ايكهنتي قلبي يا وحدي كهنتي ان عربكي هدنا لبد اوغو خميد لبد ان باد ايكهنتي ما حدث فقال وحو يري لقمان هما أذيب شيء وإذا ضابا وأخبث شيء وإذا خبصا مرحبا مركا هذا سيدا هو وذكر العلماء علماء وحي شيئين أن صلاح القلب قلبك وناجيس في تسعة أشياء فقال شيبع قلبك كو وناجسنا ذاوة أحدها قراءة القرآن بتدبر قرآن كأود أقرسه ويأذو معنيه زكوت دبره يواداو قلب قادنا ووانا زنان يعطي القرآن كأقرس ثانيها خلاء البطن على شو وإن أدخالي كدكتو بتقليل الأكل عمتد البطن أدكي يا ريس نور بالقيه لا يعني هذه عمتد كافر بضاته يعني كثرة الأكل وحيكيني إذا كثرة شربي عبتان فربضل كثرة شربي هداد بإنسان كثرة النوم بإيمان هردك وغمرك وظلمان كعبتان كيس كبضيسي عمتد بهرجدة هذا طيب بس ما حد غيره كذي ونجيبونه أي مركا وأين الطعام كي رئيسته ثالثه أكنت تحاوله هو قيام الليل بالعبادة هذين كي وين العبادة سجدوا قيام الليل بالعبادة خابعها وحوى كان أفراد قلب بكو نجدنان أيه أطل الروح عند الصحر أرورت هراء أنت أتكعده أنت أن صلاة طلالين هراء أنت أتكعده وإن أطل الرعدود إلهي وخش رعدود قعماه ورثة إلهي بريد سبحانه استغفار أدورثته وبالأسحار هم يستغفرون بإلهي به كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هبينك وحير بيس إعلان أرورتنا إلهي بيدافتان ويديستان وي أختك أصحرك أكا خامسها كان شنات قلبك يعني نورنا هي قلبك داود إساء مجالسة الصالحين ذاتك هو مناكسين ولا فريستان إلو خير كان لفريستان وح إلى الشرطة أيدتي إلى الدنيا ده ألا لما فرست حداد إلى الدنيا لما فرسته الدنيا أم بيك عاجز شاكين إن قلبي قاعد أقول إنه فكر الدنيا ما تكون فكرس وراح هذا حق الله يقبضيه هنا سير الرغيو أنت هالك الله يسكت حرنيو الدنيا أم بيك شاكينها مرك قلبي قاعد يضم الدنيا يا قادمش مرك حداد كوا حنحن إلى الشرطة لما فرسته أنا ما أنتظر إن شرم بيك شاكينها هي بلاي صلح هذا على فرسته وعينه عليه السلام مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل المسك يو النافخ الكير قفك ونعسن الخير كالفريس جيسا
يا مسك حنك على فريسي بيسا ما يمشي إلا تلمام وحي لمتها كحامل المسك نين يعني برافهم يعترب بضان حمبارسان إيوه إيه مرحبا إيوه ونافق الكير مسك بو في ما أفكو باي برت بو باي والله بلاس فأما حامل المسك إما يعني أن يحديث إنه شيء كسي أو إنه بالمسك أنا تكاقه وإما أنت بتاع منه إنه متحبت كيبسته وإما أن تجد منه ريحا طيبا إلا أنت أنا عطرة وكبحاني أدق وأقول راح يزن يتابع أنت اللي جب صدق لهم ضيب النور والنافق الكير ميت كبو فيما في فاي يا إما أن يحرق صوبك إنه مرضك يأجب كوده على بحر كان مركي بوف لقاسي ما يقدم بابور بعد بالي ماشي مرض إنه كأجب مرحبا وإما أن تجد منه ريحا آية منتنا إن عاد يعني وأربا وقيق يدنبسكي بلايد وسكعي يا وحكا سو أريان بو مركا محال لقيا لقيا ننبر أفوفا يوم بو في مهام بو قاية هذا قيل ميس مركا ننك أهلو متك حنك أهلو شرطة وحاسو كالتون ويا مرضا أمبوك أقوم يا واتاسو كالبلاية يا فتنا أمبوك قلي ننك أهلو خير كان أساس ما دوقف أي ديسانو حمات كيل خير وما كيل أكتيز يعني وادد إلهي رالك أيها يو رحمة إلهي باب كسو دلت مجلس كاي فرديان ومرك رحمة أصابك واسيبس مرحبا مرك مجالسة الصالحين والله فريسة توائل سادسها وحوي كل حد الصمت أمس ويعمل يعني وحمل يعني قدن وينسك أمس مرحبا وهذا وحفا إذا لها داد كو هذا لين إن الأمس طاف يعني حال أمس هو سلامه كو سابعها كم تدوات العزلة عن أهل الجهل ذاتي أهل الجهل وينك فقط دائما ذاتي أهل الجهل على فريسان كفقوهم حيث ذاتي أهل الجهل هداد لفريسة حمام بيكبر ديال ثامنها كنت ديالات تركوا الخوض في الناس يعني في الناس ذاتك وين هذا كش وحبك شيئين وهذا دحق لذاتك ذاتك وحك شيئ قوضائي دحق لك وضا وين هذا كإلى لسوس كديس تاسعها كنت قال هذا قدام بي أكلوا الحلال حلاشة وين العنطر كدد هاشوه وهو الرأس هو مثل أبوه يعني أبوين فإنه ينور القلب قلبه نوريا ويصلحه وهو ناجيا فتزكو بذلك الجوارح حبنه وطنبع افتيما يمرك الحراشة قوضته وتدرئ المفاسد المفاسد وطن ماشي كبحيثا وتكتر المصالح بابلني وأكل الحرام حرام هذا العنطية وشبهاتنا يزدي القلب قلبه مردنيا ويظلمه وقلبه ممجدينيا ويسقيه وأنجليا قلبه وقد قيل وحاله يخاف على آكل الحرام ننك حرام تعنى وحاله عبسنا يا يوشوفه الله يقبل له عمل عمل بيننا لقى أقبل ولا يرفع له دعاء دعاء ليسنا لكريلي ولقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحوه كأقبل هو متقين تعوى يقوم كان مركا يعني حرام تعنى تقب ما هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وحي لتمام التقوى تقوى وحي كتها من غني سعين يتقي الله العبد أدونك إنه إلهي كبغه بترك بعض الحلال وحن وحلاشا للي يقار كم دينه اسكدايا مخافة أن يكون حراما أسوى كعب سنة إنه حرام نغط وحال وري أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا أدونك يسيبه وحقوك أنا عانو أسوى عانو وضع أمبوك يعني وركاسو عاني عبه خواية قاعدة هيل بيكوش يقاني مركاسو عاني أمبوك قاتل أبو بحناي مركاته يسكعب يا أبو بكر سيأبو بكر روي أدونك يسيبها مركب حكيري كنت إذا يعني واحد أهات كنت وحانها إذا جئتك بشيء تسألني عنه مركز طوام وحقولا إما الحديثي جد حقيتك كنتي محو أها يادي به جرت إلا عضو بسطو ما دعوني جد ولم تسألني عن هذا الله من عانها المانتي ما دعوه يديني معضع واسكعب تقوني يا واسكعب تقوني محاكو قدع فقال له حجري وما قال لي تورنيه ومن يربع ناي ومن اسقرن وايه بل ايقورن حقيتك كانت مركاس وحجر رقيت قوما اي رقي الجاهلية فاعضوني هذا وحجر انون وحن تفد اقونين يا جاهلي قولا انا وحبا اقونين ما نريب ويري وذات بانها وحبا ان كتفا مركاس انبري امان قولا ان اقوتفا يو وحي امبي حوالا فائدة كهلين قلت بان ما انت الله كل ما يوم مركاتي ووداد كبري نوبط في صومها وابا اكرام عانه نيسوس في يبوري عانه المحال لغسوسي هاد اكرام بعد لها لغسوسي ووداد نموس اقولين بوكو سوقات موت هاد هادات راضا انا وحان وانا قانا اما دكتر بانا هاي هاد ربوحي هابا اللوحة فيما ضدك هاد روحة فكهلاني ادود اثم باتي ودن باتي وحاد اقولين بات شاكتين موت
وهي أتقاعد ترى وحرام وحبك من جيران معي الموت غني سما مركا هذا وحبا أقول وحبا سمايا يا لابن كل رجع هدين هذا تهذ سما وهي أتقاعد ترى وبادل وأنا حرام مركا أنا رقيا أقول نبى نتان قلا أو قطفي كو إله ينبه هذا وير واق بلايا قلا دي بابا ولا دقة دقة تهذ مركا يركي ويقص أردن ويكرامين بول مستعصى قص قادها سي أبو بكر مركب وانتو بنانك وقعيب وأفضل عندك لي سوء يعني أعقلها ووزعها يا مركب دمعاني بها كسو داتيو مركب كسو داتين بول إلهي وانت أوا تبرت إذا وانت أنيك تبرت إذا وانت أسي وحي إلهي وجرك يقل يعني حديده قد حقل إلهي وهي أقوانيو هاي وعدها قوة رواية قال ولي هلبا كسار عزيرو هلبا يا هيدو مركب انتو أكينو إيه صاصل هلبا صاصل وإيه كان مركب عني يوضو ورمي وحا وكسو هلا مركز سو أبقى عنده أبوها يأبوها زمة جني يا عتي لبك أهاي وديكم مرة ما صار مركز حب بوسكاس صار مركز هو حليلي في أو في أو بكره عتك يروح لبك هذا عن تمحاتا يعني هذا نقولين ماشوا كي ما حتى سبده يتنفس على قدر بس مركز سوري إلى أبان كوب بارتي حدا إلى نفسه يدو إني صار رعد ما أجي هذول سكر كسب بحين وانصاب بحين يبغى نفطر رعد أي أنت حاران علنا حيث النبي وحن كان مغلق رسال الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحط فالنار أولى به هلب كل جي أو حرام كبحي نار باك أولوك أوكوها بانوا أبو النعيم بحديث كاوري في الحلية مكوري ابن جابر دبر نوصوق عليه إمام بيهبق نوصوق عليه كما في فيض القدير سنة كسر ميدر مركا يعني حرام جير وحالا وحي هلب وكبحي ده نار بالوضع ميني وخطر مركا حرام تقل لسكيل عليه هو اللي قفق هذا اللي دون ياو أي إبراهيم بن أدم من صالح هو هذا الكي ونحن نكمل وحيري أي الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعني يعني حلال ميرد وحل إذا لا شبهة إن أبقى إلى لسه يا وحلا وحي شبهة لقوش هذا ما لا يعني هذا الكم ما لا يعني أي واحد فائدة اللي جه لينه وين تكدي سوى ورع كاسوي ورع وأمد كاسوي رسولك صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أي الله در دارم وحكيري كن ورعا ورنين حلال مير تنقى تكون أعبد الناس تذكى مثله وعبادة بدل ما نوان وكن قنعا مت قناع على النقى تكون أشكر الناس تذكى مثله وشكر بدل ما نوان وأحب للناس تذكى لجعله ما تحب لنفسك تكون مؤمنا قف مؤمنا نوان وأحسن مجاورة من جاورك نينك كل درس يدرس نودي سو ناجي تكون مسلما قف مسلما نوان إسا وأقل الضحك قتلك يرى فإن كثرة الضحك يميت القلب قتلك فرض بين قلبي بجلائه يعني قصرك إسكيره إمام بيهقي أيها ورنا يا حديث كاسوي وقيل وحليري إن الله أوحى إلى موسى بن عمران موسى بن عمران بإلهي أوحى صلوات الله وسلامه عليه وحى إلهي كل لا يتقرب إلي المتقربون كو أنك إيسو دواني وخيرك وانا قدوني يقمسو دوادان بمثل الورع حلال ميرد وحلم دوان وقال الحسن البصري وحليري مثقال ذرة يعني دور عسن مثل كيد من الورع يا خير وحوك خير بديه من ألف مثقال ذرة ومن الصوم وصلاة يوم صوم فربضا صلاة فربضا لا عبضا حكى في عام وحير وحلال ميرضا والرؤية سفيان ثوري بألو يعني يا والرؤية سفيان ثوري بألو أركي في المنام سفيان ثوري رجع علمي ووينام كمدها يا وحلقو أركي يعني رؤيا الواركي وله جناحان أخضران يدير بهما من شجرة إلى شجرة سوى جمد كجره لابا قربوا ليا هيسير إشن بريه مركز كل بجيت أدولا يا كل بجيت كدقية والروح دي سوى واحد فقيل له بما نلت محاكو قارتي هذا مرتبة محاكو قارتي قال وحرب بالورع حلال ميرتك كو قاريو حلال ميرتك أيان كو قاري مركز حلال ميرتك ووحاد يأد أولا يسوى يقفك إسئلة عليه يا لو بهي ثم إن هذا الحديث حديث كان قد أجمع العلماء وحيكو إجماعين على كثرة فوائده حديثك فوائده سريع آد وبلنتها لنك آد أفير في ريانا وجده وهلي حديثك حاويا إنه يهل العلوم الشرع علوم الشرع هذا ضمبو كوضي إذ هو مستمل وحكرا صدي على الحث على فعل الحلال حلاشة اللي اسكبه الرية ثمين تال واجتناب الحرام حرامته اللي قصه قاد والإمساك عن شبهات واحد شبهاته يعني اللي قصه قاد والاحتياج للدين هي والعرض إن الدين هذا هي النسب كعقب إلى على سواء شرفت هذا هي الدين هذا اللي بده بإنه دفاع مرأة لمان اللي بدهني حتى الدين لا ذي وين الدين هذا إلى على مرأة هذا هي شرفت هذا مقع على وين هذا كله هو حيالة ثم ذي واحد كنا يسقي إلى على وعدم يعني تعادل الأمور الموجبة لسوء الظن
وحا إن وحن لقوم لا يكين يوطن وإنا إسكيل على سوى والوقوع في المحذور وحا حرام تاكو بعيدي سوى إنا إسكيل على سوى قلبي لإنو حمي وي هيبا يعني الوعد يا حديث كوا إيا وصعي إن لقد ذال فيما يصلح قلبك وحا وناجين يو وحا صرنا ما حديثك اللي قادنا يو حديث هو إنو أساسك دينك كم إذا هو رواه البخاري بحديثك وري في كتاب الإيمان بكوري والبيع والمسلم نواه وري في البيع بكوري وان الله سبحانه وتعالى على الطية عن أبي رقية وحا لقوري تميم بن أوس رقية وحا لقوري تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه رقية وحا لقوري تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي إلى الدين والنصيحة قلنا وحا نرب لمن يا رسول الله دينك يو النصيحة إياه قال وحي إلى نبي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم آية صحابي قال إلى أبي رقية تميم بن أوس مدعي سل إلى الداري رضي الله عنه كني أول لكم يا صحابي قال بأبي رقية التي هي بنته قبل يسأل الأرنجل لأنه لم يولد له غيرها لم يولد له غيرها قبل ما أقول المكلم موسى لهين مرحبا مركات اللوغو كنية ووحى ليري أبي رقية أسلم رضي الله تعالى آية عنه وصو إسلامي سنة 90 من الهجرة سنة سقالاته هجرة أيو صو إسلامي وكان من مشاهير الصحابة أصحاب ترقوا ذو أوين بكمدها يعني وأفاضلهم بكمدها رضي الله تعالى عنه وغزا مع رسول الله بودولي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الدين إيا وقيام إيا وقراءة بوها من عبادة بضم بوها أبين كوردن قيام الليل الإيمان قرآن كآدو أغريوها كان يختم القرآن في ركعة قرآن كأيو ركعات كل دميوه وكمدها أصحابت قرآن كرهال ركعات كل دميسوه كتو كذيوه وربما كان إنه هذا لقيا با يردد الآية آيات إنه كعل علنا الواحدة أوكلية الليل كله هبين كوردن إلى الصباح إلى صبح اللي قاره مركة قاركونا هل آيات بعاور نمكتو كان يوه ركبا لنبا سيدا لقوريه آية أبو حنيفة آية وحا لقوري يعني مركو هبين كوران كتو كان يوه صمري آياتان سورة صافات كم إذا هيدا وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون سؤال هذا فجر كأول رشال مرحبا مرك القرآن كمعنيه سأي آدو قرنجرين هل القرآن ك يعني فائدة القرآن كلو قلت كنا يا الله أقرن يا وحى ويا معنيه سينات كنت أثرت أو القرآن ك يعني معنيه سو يعني وحكو قليه واي مرك هل آية هذا عاود أن كنت كنا يسو يعني هذه القرآن أبدا أقرن سواسكم مدن تأثر كأتكه شيء يا وحى ضوي أنت فعلهم بالفيرنا يا واشتراه يبسد حلة بو يبسد اسكو جوق بألف كم بو كلبح كان يقوم فيها الليلة هبين كم كم مجر اسكو جوق يعني قو يهوس معوسي يقو كراء اي وقت اهر الحرين جري ايو يبسد كم بو كلبح انو قطع عيسى درسد بو يلي هبين كم بو سلاة الليل كنت كنا يقيم اي اي وقيل كان يخرج فيها الى الصلاة صلاة هم كسوة كنجري ويقال وحل انه لما قدم المدينة مدينة مركو صوق علي آية صحيبا معه قناديل وح يعني وحبالا إيه وزيتا مركو مدينة إيمان هي وحوتي يعني قناديل يعني فيروسيو فعاص عمله يعني افتيم وحفتيمين هي أيه وتي إيه سليدة يعني وكا الغشو بسليد الغشو بالهاوة نفسدي وحال الغشو بالها وعلق وحري تلك القناديل بسوار المسجد بوكحري وأوقدت وهي مركاتي هورتيوه سوف فيروسيه ورد انتو داري ايو مساعد كثير كيسي سرسري واي مسجد كيو رمبا مركا وضا افتيمي دي نلبو نقول فقال له رسول الله ابا وحويل صلى الله عليه وسلم نورت مسجدنا مساجد كأنك بعد نورسي نور الله عليك في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة با الله كن نوريو اما والله ابا انكو دارتي بي نبي لو كان لي ابنة قبرها دان قبل الله انكحتكها وانكو قوري لها اي تميمو وأنكو قرينا لكن هذا قبره إيمه هارين قبله يقول له قرسي قاسوا النبي قل له عليه الصلاة
فقال الرجل باوحي يا رسول الله انا ازوجه انا اغورني ابنتي غبدي فزوجه اياها نينك اسغها با اغوريه وان هي مرحبا امام قرطبي واشهي مفسر كان في تفسيره بو كشغي ومن مناقبه وحاكم رضي الله تعالى عنه صحابي تميم بن اوس ليراد مناقب تيسي وحاكم فضائشي سي ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه تميم بكشيكي على المنبر قصة الجساسة آية هي يود دجال أيو كشيكي شك كشيكي ويعني وحن ليلة دجالك ويعني ميل بكحرية هي ونولي هي بالليلة هذا ويعني ميل بضوه كحباسية هي مركة تميم باوح أسوى شيكي إنو أسوى سوى أركي مركة النبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي بقو شيكي وحو يري وحي عني قال إنك نشيكي إنجري وحلم إذا أيو نكان إيشيكي أيو كيروا قصة حاصل كيد وحاصلها وحي هيدا النبي صلى الله عليه وسلم جمع صحابة جمع الناس دتك بكل مي فلما حضروا مركز حاضرين وقضى ثلاثة وصلاة أورد مي جلس النبي وفرس على المنبر والحال هو يضحك وقسلي فقال وحي النبي اللي يلزم هل لازم كل إنسان مسلى قفل أركب ميس وكت كذا فديو ثم قال النبي وحي أتدرون ما قرر الإنسان لما جمعتكم وحان يعني ديسوا جمعيوا عن الله فديا قالوا وحي رادنا الله ورسوله أعلم قال وحي النبي والله بان قدارتي ما جمعتكم ان ما نجمعني للرغبة يعني ولا للرهبة واي يعني وحا ثوابه وحا ثواب اللي ليايو عن الرغبة انا انكغشي كايو اما وحك لو اندونيو اما ماها الرهبي وح ابسله او انا انكغش اذين شيغو من ان ما نجمعني ولكن جمعتكم وان ان جمعي لان تميم الداري منك تميم الداري لا يكان الرجل النصرانية من وحوها النصراني اول فجاءه ويمدو فبايعه مبايعه واسلمه واسلامه وحدثني وحيشاني حديثا حديث حديثك وافق وافق الذي كنت انا هذا وحديثكم من انكشك عن المسيح الدجال سلمانتي يا شيكه عن المسيح الدجال انكشتي شيكه وافقني او لمدا ايو ايشاني نكاس حدثني وحيشاني انه واسق الركبه انه فولي في سفينه بحريه دون انو بدا كفولي مع 30 رجلا يعني صدن من ايقوه ومن لخم اي وجذام لبدا اقول لك هذا الشيء فلعب بهم الموت يعني بدي با كعيارة معناها وهو بدي با كعصم بدا كعصم بيكوها قاقين بدا هذي كعضنا دون تو ماشي ايكو سعوتي وجاه دي ذا كما سعور ريسا ماشي ربطوه الكل هذا ياو دي مر بدا كعض خيار كاكتك ايدوه ماهو مرحبا مركب بدي وكعصم بيكوها قاقين مركب تركب كل بدن عوتي شهرا هل بلؤه كل بدن عوتي في البحر فذا بحر فيعني مرحبا فأرسوا إلى جزيرة مركب ذنبه جزيرة بي أدوادين أي قاربوها وأدوادين حيث مال تغرب الشمس جزيرة دانا وحيكوتها الله دينا على القرحة أدع ذواي فهل كان قلبات كيكوتها الله فجلسوا وي فريستين مركب اركان ماشي حابته هيدا الجزيره ده مركب اركان ايي وحي كو فريستين في اقرب سفينتي سفينه يعني دونتا اقرب كيدي بي كو فريست اقرب كانوا حاليا دومها يدر كي دونتا لوغه دغو دونتا مركب لفول ايي مركب الاطه لغا دجيده كو ويرك يعني لخيره لوغه دجي لوغه دجيو ايي كو دغدغين واي تي بي كو دغين فدخلوا الجزيره طوي قالين بس حابته إذا الجزيرة ده بيدح قاله فلقيته وحال كل أنت دابة دابة بعلى كل أنت كبيرة وين كثيرة شعر تمبلا لا يدرون أي سنجرني إن ما قبولها من دبورها من كثرة الشعر ويقول كذا يدور كذا لما كلا قرنا يتيمه كسر بحي أيا هوس جوجو قريء وعدا قريء مرحبا وحلو بطل ما لما قرنا فقالوا وحيدا ده ويلك ما أنت ويلك هو قال ما انت محارب قالت وحيتري انا الجساسه طوانا انا الجساسه اللي يراها هاي قال وما الا والتجسس على الاخبار يعني الدجال بي اخبارته اس اورورسا وهي ماشي انت انت هو الدجال بمشي كو خيرن جساسه اللي يراها انو هاي مرحبا مركه واه لا يابني مركه تري جساسه انا قالت وحيتري ايها القوم قوم كانوا انطلقوا تقى الى هذا الرجل في الدير ورب يعني هوري اقل او جزيرة هوري اقل او يعني ننك ماشا كجره اتقى
فإنه أسوى إلى خبركم خبركين بالأسواق آد بأجعل يا خبركين وإنه إذا ورسدوا دوني يا هرأي أقل بل يعني وهي جزيرة هرأي أقل أو أتقنقاس قال وحو يري تميم داري فلما سمت مركي مقعود لنا أنك رجلنين فزعنا منها ومن كأرقى قحنيوه وأن كعب سمي وهي أن تكون إنا أهات أو شيطانتك فروحا أن سيب أكتئي وحي تالوت الماء اللي قرنين حدنا اللي ننبع ميشن جوغي أتقى وهو شيطان يقول مرحبا ساسا نلو وان عب سميول فانطلقنا وان تقني سراعا دقدق حتى دخلنا وان قال لي أدير فإذا فيه وحاقصوا أعظم إنسان إنسان متك أوين رأيناه أن رقناه خلقا حق أبورك وأشده متك أوضرا ووثاقا حق حد حد كانوا وقف بن آدر انت وين هاي من أولاك آد أوين هذا نسي أبقى الله حر حر سلسلة آد أوين أيال لغو حري وقعمي يسي اللغو يسي ألس لغو حري ناس لغو حري مرحبا مجموعة يداه إلى عنقه اللوذي قعمود بأنتين ليس كحري بأن لغنت اللغو لسي حري آية ما بين الركبتيه إلى كعبيه نبيل حديد نقطة هل ميلا أمكانية هذه حرق لو واحد بقته وحرق اسكتالب هل كان لو بقى يا لأنقه وإنت كنت حيثه يا بربا ساس لو وجر عيوه انت هاتي انت واحد انت ما دقاقك رسا يا سامريك لما دقا عمودي اللي قنت نوازكو حرين ساس ويا مولي يسام بو حرين مرحب قلنا وحان روي لك ورهو قال يا ما أنت معاته قال وحو يري قد قدرتم على خبري والخبر كي جعانت أتقوها إثاني فأخبروني ما أنتم برتادين كي إيشي جواحتين أنا واد أنتي إذا واد بوجاندون تانو هذي واد بهاي سام بوادي كرت أجن ديني آية أنتم كواحتين إيشي جا قالوا وحي نحن أنا وناس نتبعنا يوم من العرب كمذا ركبنا في سفينة بحرية دوم بان يعني بطة كصفورني فلعب بن الموجو يعني هيركي أيام وعياريو شهرا بال فدخلنا الجزيرة جزيرة ساسا كصقل فلقيتنا وحان يعني لكل انت دابة كثيرة شعري فقال وحيتني أنا الجساسة جساسة الليلة اعمدوا إلى هذا الدير فأقبلنا إليك ومسوقا بالإسراع عن خبر كان أساسها تتعربات بان الليلة أنا عربا أولا أنا عربا الليلة بدأ سمان اسكد حسعوني يهيركي وماشي دون نوذي ماشي عن كي ماني ميلا نسعوني هذا مكال قرني نوا جزيرة نمكسور عنه فقال وحيري أخبروني إيجا ورّب هذا العرب تهين عن نخلي يعني وأيهاي عن نخلي وأيهاي مرحبا بيسان عن نخلي بيسان ماشي بيسان ليه دادو بل تمرتي ذيكا ورّب هل تثمر من ما بحثها قلنا وحان للنعم قال وحي لأما إنها إذا يسوك وحاده الله تسمر ماشي ولم منه مكسب بحي المشهد ها ولا مرده من كسب بحي معي المشهد علامات سعادة قيامة تأثير نبتي سدجال فكم جاي سعادة قيامة علامات هذه قال وحي لأخبرونه هذا إيه ورمى عن بحيرة دبرية بدي يريد دبرية اللي أرنجر إيه ورمى هل فيها ماء قلنا وحاني رهي كثيرة الماء بيبضن بإلادها قال وحي لأن معها بيهدو يسوك وحاده وأن يذهب إنه تقوه كل دو بيها لقوا يدونا بدأس ويأنجيك دونتا قال وحي لأخبروني إيقا ورما عن عين زغر ماش الزغر ليلا إيش يدينا بلقا ورما هل فين عين ماهم إيش بيه مكس علان وهل يزرع أهلها بماء العين تدك ماش الدقان إيش بيه وحمكو بيهرنيان قلنا وحان لنعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال وحيري أخبروني إذا ورمى عن نبي الأميين ما فعل النبي الأميين أخبار بالإقصية محسمي قلنا وحانري قد خرج وصوبحي من مكة مكوك صوبحي ونزل بيثرب يثرب الدقي يثرب الدقي ومدينة أسماء ذي بيكمل آية كو انت لقلنا هينين أرتيت بها يثرب الأورنجري قال وحو يري أقاتلة العرب عرب ما لدك على بيت قلنا وحان ريني نعم قال وحو يري كيف سمع بهم سيكو سمي فأقبرنا وحانو شاقني أنه أسو قد ظهر إنو كقال ابن غذي على من يليه من العرب وحي عرب أهاية مدينة يدلك أدواء حجاز إنو كقال ابن غذي وأداعوه وين أداعوه
قال هو يري أما إن ذلك خير لهم أن يضيعوه أي إن يضيعوه حدي أضيعين إذا عرس أخير بضمه إن إسكر عن نبي كاس أخير بضمه وإني أنا مخبركم أن ذي شيء يا عني حقيقة إني أنا وأنا المسيح بانه مسيح الدجال مم غشين مسيح بانه أنا سمي بذلك اللهم عائل أنه يمسح الأرض أرضه مريا في المدة اليسيرة مدى يربو دولك دل سمر يا فرتن بريوة آية وأني أنا يوشك وحانو يعني أدوهاي أن يؤذن لي في الخروج إلا إدمو الله يفسحه وفأخرج أنبحه فأصير في الأرض أرضه أيام كسعوني فلا أدعو قرية كتجمع إلا هبته أو أنجيل في 40 ليلة مشرق يا مغرب وحسومر يا فرتن بري ما قال ما جرت إلا وأنجيل ما من بلد إلا سيضعه دجال بي النبي عليه الصلاة والسلام غير مكة والمدينة ما قال ما جرت إلا وكوش تاجدون وقال يا دجال إلا مكية مدينة مبيان والله سمو قال لك رأي مركة أفرتن بري أيان كمر يا فلا أدعو قرية إلا هبتها في 40 ليلة غير مكة يا وضيبة مكة يا ضيبة مويان مدينة مويان وما الله بدأت محرمة تاني علي وعليك حرمة إن أنقلوا كلما أردت مرء الله مركة دون أن أدخل إن أنقلوا واحدة ومنهما كمدة استقبلني ملك ملك بايقه رماني بيده صيف وصيف قعانت قوة سلطن حالي صيف كامدل في مكالك لقبعي يسدني عنهما ويقع لنا يا صيف تأسان ليقه ركينا يا مركزة كالعبانية وإن على كل نقب والذكست كرك هذا وحاء هذه وطريق كسته ومنهما مكية مدينة كم من ملائكة يحرسونهما مال كسته ومدوين كمدينة يودوين مكاء ملائك باسا أصفنه إلى لنا يوى تجالك إلى لنا وكر فريزان يا مدينة كرك هذا ماشا بعض الصبي خبولي ماشا عرسالك مال كم من هو دقي دونا فرقاسا مقالة المدينة صدح قور للول دونا أبو النبي وعن منافق ودن يبال أيضا ما مركا بنانك أكون عيسو وأبحية وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيها بمخسرته في المنبر أشيسي أي نبي سعد منبرك أقربته وقال وحيري هذه طيبة سنوى طيبة هذه طيبة هذه طيبة مدينة أجيدة ألا هل كنت حدثتكم ذلك ورسو إذن ما نشيقين هذا الكاس غصة هذا كورسو إذن ما نشيقين قالوا وحيا نعم وأنوشك رسولك إله انت امبوها يعني ايش يعني ان كان تم مدار الليل هذا وحي عن هرئي انك وشيكي انك دجال انه نوع عافيه ماشا انه كجره انه صواب بحدونه وحي بو هذا يعني وكا شاكد يعني دي شاكد يمد وافق سن ايو مركا شاكد مركا لمن كاس يعني هل كاس يكسو اركن دجال وماشا سوق مال بضو حيبتا وحل وشيكا يعني ماشا سيدا وحي يهدبالي حيبكو تالي ماشا يعني دول كانوا ايران اقار كده يهدبالي مالا هيو كجرا هالكاس وكو عباسين كو حرين هاو وقت الله يدمون مصابحي وانتقل تميم قوري من المدينة الى الشام مركز من المدينة وكا قوري وشام بو قوري هاي تميم نكا ليلان او تميم داري هاي حديث كاس يعني او يعني الدجال اركتدي ساعة ونكا انا وكشيك يا مبقون وسوين ما نشيين ويري إمام مسلم باورني أبو داود يترمذي ويورني ابن واجه إمام أحمد ويورني وحديث صحيح هو الدجال هذا أحاديث الدجال كسو أرورتي دي إنه إيماني صحيحين ككلية إنت كسو ناسيبا وحيد أفتي دي إنت عدد كو بحل كو بكرامة كسعادة قيام علامات كدو كم جه وحل بينين كرامة هذه حديث فربنا ومتواترة كسو أرورتيه وانتقل تميم وقورا من المدينة إلى الشام بعد مقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه سير عثمان مركي للدليل أي مدينة إسمه قوري وسكن بيت المقدس بأسكنه ومات سنة 40 ودفن ببيت جبريل ويعني كل الهلكة سيئة لقد وقوه ويقال جبرين والده ببيت جبرين ماشي ليلة وهي قرية ويمن قرى الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام وخليل يعني النبي الله خليل ماشي ودفن جنة إبراهيم مرحبا صحابي مرك اللي يرادو يعني تميم بن أوس أبي رقية اللي يرادو يا وحو ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو للنبي الدين الدين